اللهم صل الله على سيدنا وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لا يقال فالقائل بكون العبد خالقا لأفعاله يكون من المشركين دون الموحدين، لأننا نقول الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس، أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام. والمعتزلة لا يثبتون ذلك، بل لا يجمعون خالقية العبد، لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي بخلق الله تعالى. إلا أن المشايخ ما وراء النهر، إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة، حتى قالوا إن المجوس أسعد حالا منهم، حيث لم يثبتوا إلا شريكا واحدا، والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصى. لذلك دل جابوك سبو حسابي أتودلي تاكا كمعتزلة معتقد من بويك بشر خالق أفعالي خويتي أو دلائل أنا در الديوان دا هبنو تاكا أقوابي مسلماني تنو دول بابانا أقوابي مشرك نوع موحدني تاكا أو همو خلطشين خدود الشريكي خده دلانا تاكا وكسا غيزي ويسني وكسي قرآن وكسا غيزي ملا صادق من برحمت تبارك ملا أحمد كريبو موعزة بو خلطشين دكا خلطة كاش دقرين دقرينو تازا ملادة بي بابي شي لديد على بي دالا خلطينا مجيرين وقت ساقي جوايس نيا وقت فندني وقت عبدالله دالا ناكت لك بس كوابو بس يعني مادام دليلي قطعي القرآن لا عقل هيا تاكا بر عليه قول بوانش عبدي كبشر خالق به بس معتزلة مشرك نوع دل بوانا كتري نا كتري بس أو كسيك قائلة بويكا أو في أي تفريع كدو اللي شو بزان تشيل سر نوسي هو ذكرية تفريع بيلا ويدو آيا زان وصل ملا بقر تشيل سر نوسي ها؟ شين نسيوا؟ شين نسيوا؟ نعم. أدي أوى؟ حتى الناس. بلى. بكين تفريع لو بشيء دوايا. دلما دام خوي تبارك وتعالى ده مقامي تمدح ده باسي خالقيتي خوي دافع. بلى. تمدح بخالقيته وده مقامي أويداك خالقيت مناطي استحقاق عبادته بس خالقيت. استحقاق عبادة دقيني أقوابو أوانيك قائل بوان عبد خالقي أفعالي بجوز المشركان ونيا يعني خالقية مساوية دقل استحقاق عبادته ونيا بكين تفريع لويد وعلا نك تفريع لكلي استدلالك استدلالك شاكا دكري أوابي
دلاب نكت لباس كوابو فو باسا دكري تفريع بالأهم دليل كان دكري ربطي بو آياتي دعايا وهابي فاز يعني ما دام خوي تعالى دا مقامي تمدح بخالقي يدع أو آي دفرمي أفمن يخلق كمن لا يخلق يعني لا يخلق كبو استحقاق عبادتي نيو أما يخلق كهيتي كوابو أو اعتقاد بخالقي يدنا اعتقاد باستحقاق عبادة بودي قران لبن الشريك قائل بويك عبد خالقي أفعالا جزء مشركان نموحدان أو ناكتر شنك أما دلين إشراك إثبات الشريكة دا ألوهية دا بوخده إنساك ألوهيتي بمعنى وجوب وجود وكو مجوز هيانبو يا ألوهيتي بمعنى استحقاق عبادت استحقاق عبادت وكو عبادة الأصنام وابن ألوهيتي بو غير خدائق قائل من عبادتي عندك بلا معتزلة إثباتي ألوهيتي ناكن بو غير خدائق نبا معنى وجوب وجود نبا معنى استحقاق عبادت بلكو خالقيتي عبدي أساسا وخالقيتي خدائق تبارك وتعالى حساب ناكن بل خالقيتي عبدي وخالقيتي الله نازانا شنك خالقيتي عبدي احتياجي هي ولا أسباب آلات شكو أسباب آلات بخلق الله تعالى خالقيتي الله تعالى نيازي بأسبابنا فس مطلق خالقية دنيا كاستحقاق عبادتي الضغرية أو خالقيتي كبأسباب آلات ونك خالقيتي شكا دبر دستي خداي دابي وخالقيتا بمعنى أوي ناقيني بل عن مشايخ ما وراء النهر مبالغة عن كردوه دا تضليل ينده أما شاك تضليل ينده كين أما أنك بمبالغة بيان قياني نحدي كفر أو عن مبالغة عن كردوه دا تضليل إثبات الله لعلتي إثبات داني الله لعلت ولاي أو معتزيل ينده ومسألي خلقي أفعال دا حتى أكتوي أنا مجوز مجوز أو البرستي إيرانين بلا بيج إسلامي دلن مجوز حاليا تأتري لوان شو كأوان هريك شريكان بوخداي داناوا كخالقي الشر دلن دو خداهن خالقي خير وخالقي الشر بلوا أما معتزلة إثباتي شركاي بي الشماري انكردو تمام بلوا مستم كزل سرين نصيو أو في تفريع الهجوة تفريع لوي دوايا فاس فاس ما دام كخوي تبارك وتعالى دا مقامي تمدح بخالقيتي دا وبوي كخالقية مناطة بو استحقاق عبادتي او يفرموه يعني ما دام خالقيت ساكا خالقيت خالقيت مناط بيبو استحقاق عبادت اوانيش قائل بخالقيتي عبدي من كابو قائل باستحقاق عبادتي عبدا بلا او دبيتا مشيرك اوش دلنا اثبات اشراق اثبات الشريكة دا الوهية دا بمعنى وجوب وجود كو مطلب منية ديرا دا وكو مجوس هيانا يا شاكا اثبات شريك دا الوهية الوهيتي بمعنى استحقاقي عبادة شاكا دي ومعتزلة إثباتي استحقاقي عبادة ناكن استحقاقي عبادة ناكن شاكا ألوهيتي معنى استحقاق إثبات ناكن شاكا ألوهيتي بمعنى استحقاقي عبادة وانغناكا شاكا أفاد أوا لا يثبتون أن التصديق بثبوت الشريك في الألوهية بمعنى استحقاق العبادة ليس أصل مذهبي وان مذهب كان أولنيا
تاكا ونيا إثبات الشريدة الألوهية دعوانا استحقاق عبادة مذهبي وانيا و لزوم كشي هالناس المينن أو ما بعد بلكي تاكا إثبات بلا أوان إشراك إثبات الألوهية دا إثبات الشريك دا ألوهية دا ألوهية بمعنى وجوب وجود يا ألوهية بمعنى استحقاق عبادة معتزلج إثبات استحقاق عبادة ناكن أو استحقاق عبادتي إثبات ناكن بو بشري بلا ومسلمش أنك أولي را لازم به لخالقية را چونك خالقية عبدي وخالقية الله ناكن أجر بجلم أجر قائلش من بوك عبد خالقي أفعالي خويتي نا منظور أصلي مثلا بكان وني استحقاق عبادتي بكان ويك وليش لا را لازم نايا چونك خالقية عبدي وخالقية الله دانانين تاكا چونك خالقية عبدي نيازي وأسباب آلاته خالقية چيكا نيازي وأسباب آلات نبي استحقاق عبادتي لي في داربي خالي أوجد القضاء ويمنعون كون الخلق مناطا لاستحقاق العبادة يعني خلقين بمناطي عليكم السلام واحتجت المعتزلة بأننا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعش وأن الأولى باختياره دون الثانية وبأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطل قاعدة التكليف والمدح والذم والثواب والعقاب وهو ظاهر والجواب أن ذلك إنما يتوجه على الجبرية القائلين بنفي الكسب والاختيار أصلا ساك وأما نحن فنثبته على ما نحققه دل احتجاجي أن كدوها معتزلة بو خالقية بشر وأفعال دل أنما فرقدا دنين بالبداهة بين حركة جيكا كابري ماشي ديكا وحركة جيكا كابري مرتعش ديكا مرتعش يعني أويكا واني شي بخويني دل أرزي تاكا لرزشي بدني هي ودزانين أوي أولا باختياري خويتي أوي دوم باختياري خويني تاكا دي ده أوي باختياري خويني أوي باختياري خويتي باختياري خويتي واتا بخلقي خويتي واحتجاجي أن بوي كردو أويان بخلقي خويني وبخلقي خويتي واحتجاجي أن بوي كردو كأقاهمو بخلقي خداي با تاكا همو بخلق خداي بن أفعال قاعدة تكليف لا دتيا قاعدة مدحو زم باطل دبيتوا مدحو زم بو مد بس سبب إنزام داني أفعال خرابو تاكا وخرابة أقل تاكو خرابة همو بخلق بيبي قاعدة شرعي كبشر مكلف بقاعدة مكلف بوني بشري و مدح دم قابل شاكي دا وزم دم قابل خرابي دا أو بو دنيايا بو قيامتش سواب دم قابل شاكي دا وعقاب دم قابل خرابي دا همو يوانا باطل دم شون قا أفعالكي با با بخلقي خوي النبي شوني تكليف لدكي أقب بو خود بو خلقكي شوني مدح وزم دكي شوني سواب وعقاب دكي ونيا أبدو احتجاجا ينكدو يك بالضرورة أما فرق بيني أو دو حركاتنا دكين فاز معلومة إيه كان باختياري خويتي أو ديك باختياري خوينيا أو باختياري خويتي كأنه باختيار بون مساوي لقلب خلق بون بره. والجواب أن ذلك إنما يتوجه على الجبرية القائلين بنا في الكسب والاختياري ذاك أصلا لقلا بلا أوش لقلا يكين بلا جابك يا ويا أو استدلالنا بوكسي جدا بن
كبر عليه جبريان دبي أوى متوجه جبريان دبي كقائلا بنفي كسب اختيار أساسا شاكا نجنشي شاكا اختياري هي وأما بخلق خوينيا شاكا اختياري هي وبخلق خوينيا شاكا بحثك نفي كسب اختيار هر لبنا غرا شاكا بحثك ديكيا أما قائل بنفي قائل بنفي كسب اختيار نين أو استدلال متوجه دبي عليه وان أما إثبات اختيار دكي حركتي ماشي ومرتعشي فرقي هي أول باختيار خويتي باختيار بون لذا لو بخلق بون فرقي هي بلا باختيار خويتي أما بخلق خوينيا أو جار دلي أقر همو تشاكو خرافة أفعال بخلقي الله تعالى ابن وقاعدان تردسنا بداتي النازن شوك أوانا قاعدة تكليف ومدح وزم لسر خلقينيا لسر اختياري لسر كسبة شاكا لسر كسب واختيار نقل سر خلق هنا بيت الدليل عليه إيما هنا بيت الدليل عليه وان دنا أمي غير الجبري كإثبات كسب واختيار دكين أو استدلال عليهما كارقرنيا وقد تمسكت المعتزلة بأنه لو كان خالقا لأفعال العباد لكان الله تعالى هو القائم والقاعد والآكل والشارب والزاني والسارق إلى غير ذلك وهذا جهل عظيم لأن المتصف بالشيء من قام به ذلك الشيء لا من أوجده معتزلي استدلال ينكدو بويك أقر خداي تعالى خالق أفعال عباد به يعني وجه استدلالي كذي كيانا دبي خدا قائم به وقاعد به وآكل به وشارب به زاني بيو سارق بيو هرشي بشر ديكا هاو بيه بله او الجهل او تمسك او استدلال او استدلال ني الجهل شي عظيمة شنك متصف بشيئي او يا شيئ كيبي وقائم بينك او كسيكا ايجاد شيئ كيبكا قائم او كسيئ قيام بي وقائم بي قاعد او كسيئ قعود بي وقائم بينك او كسيئ ايجاد دكا ساكا شنك ايجاد دكا بي بلب قائم بلوه بلكو شنك قيامي بيو قائم بيفيد في قائم يعني شنك قعودي بنك شنك إيجاد دكا متصف بشيئي واتو كسي متصف دبي با قائم وقاعد وآكل وشارب موجيدة كني أو كسي كشيئ كي بيو قائم أولا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات بالأسامي ولا يتصف بذلك ما قنابين إنك خوي تعالى خالق السواد وبياض بقيه صفاتي السامد وسجدا متصف جنيه بصواد وبيعلي إني هرب أخوان ده جاي دي كده محكوم ده من أخوان ده لن أفعال عباد خلقي خداي أخوان لن خلقي بشري أخوان لن سواد وبيعليش خلقي بشري نبي إنك سواد وبيعل خلقي خداي شرد صورتي جدا متصف نبي خداي تبارك وتعالى بصواد وبيعل وبصفاتي كده السامد خلق كردن مو إيجاد كردن ملاس مساوي ده قال متصفون بوشتينيه وربما يتمسك بقوله تعالى يتمسك بلى أوج يتمسك يا بلى يتمسك لتربوان را جاكا بلى يتمسك بقوله تعالى نا يتمسك بويك خلق بدس خدايا شاكا ربما يتمسك بو آياتيك دفرمي فتبارك الله أحسن الخالقين والجواب أنه نا أوان لتربوان را تمسك ذكري بلان خدايته أحسن الخالقين يعني خلقي ديكاش خالقة أو أحسن ترين خالقة أو أحسن بلا يا استخلق من الطين كهيئة الطير با حزرتي إبراهيم دلها عيسى حزرتي عيسى شاكا تخلق من الطين كهيئة الطير أتولى الطيني خلق دكي أو كاركنكي خلق كنكي نسبة داولة حزرة عيسى والجواب أن الخلق هنا بمعنى التقدير شاك خلق دير دا بمعنى تقديره سدى أحسن الخالقين دا سدى خلقه دا فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أحسن
مقدرين وانك اللي كيدا دنوشتي بشرج ليك داداته وخداج ليك داداته وبراوردي هي خداوان احسن البراورد كنندقانا يا تخلق من الطين يعني تقدر من الطين شاكا تقدر من الطين يعني براوردي ذك يعني شكل شمايلي واني شي بيددي ظاهري ظاهري واني شي بيددي شاكا فكيل الظاهر ده كنت فرندك ده يعني وتا بمعنى درهنان وجواني شيء انما معنى خلق كميزات كذنا تمام بلهم صح اگر بلن متصيبوني لي لازم نه خالقون بلهم خو راضي بوني لي لازم ده جون وانا اگر لي خو يور خالق زينه بي خالقي بلن بو كوات راضي بي لي جواب نا جوابك هو چونك او بكسب اختياري خو لك او كشي بي نغري بزوري أو إرادة إذا كان يجب خلق ذلك أو بخوي إرادة ذلك أو بخوي اختيار ذلك أو يجب منعي ناكا منعي بجبر ناكا مختاري كردوه لأن منعي كردوه بتشريع بتشريع ولي بتكوين منعي ناكا ذا معنى يسي خلق ديرا ذا معنى تقديره او دو آياتانا فرقيانا يا خدا احسن الخالقين جاكا يعني خلطي ديكاش خالقة خالقة يعني مقدرة شكر شمايلي لشتي دنيا ولي او شكر شمايلي ويناقاتا شكر شمايلي شكا خدا لي دنيا بس تقديرك بمعنى براورد كردنيا بمعنى او شكر شمائل درهناني او شكر شمائل يا تمام وهي معنى مصور بها الخالقين وتا معنى تصويرها بلى وهي اي الافعال كلها أفعل العباد كلها بإرادة الله تعالى ومشيئته وقد سبق أنهما عندنا عبارة عن معنى واحد إرادة ومشيئة إرادة ومشيئة ديف أو أفعل العباد بإرادة الله وبحكم الله لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكوين شوكا أوان معتقد بتكوين وكبرانا ما تريدي بعيدني أو حكم ما زود التكوين به بإرادة وين وبتكوين وين جاكا بتكوين وين ونيا دي لا يبعد إشارة بيني دكري إشارة جنبه جاكا بحكم وين حكم شهر تفسير إرادة وين جاكا إرادة ومشيئة قلايبين قلاياك أردبت إرادة كرنك قضية دوائي ودا تمام بمعنى قلاياك به بإرادته وحكمه وقليته أي قلائه وهي عبارة عن الفعل قليا قلاء فعل مع زيادة إحكام وقويواك بإرادة الله وفعله هما فعله خلقه أما خلقه مع إتقان زور تربي دلن قلاء قلاء فعل بليك دانوي دقيق تر فعل الله تعالى هر فعل فعل فعلي بليك دانوي ورد بوكاركي في دلن قلاء وغوي وابل بفعله ولجا فعله نبتو قلائه كتو يعني فعله دقيقة فعله كاكا باشو بيشي ليك دراوة توا أو قضاء أهر منسوب أنا ثلاثين ببشري بكاردسي نا أبو ببشري بكاردسي قضاء كده أشتا نا بلا إذا قال الله قال الله يعني فعل الله وي بلا وقوى الله بفعله بلا لا يقال لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به
لأن الرضا بالقضاء واجب واللازم باطل، لأن الرضا بالكفر كفر، لأننا نقول الكفر مقضي لا قضاء، والرضا إنما يجب بالقضاء من المقضي. دلا أجا همو أو شان كاروبار همو بقلاي ببن شاكا أجا الكفر مثلا بقلاي الله تعالى بده بواجب رازي ببشر بكفريه، أجا كفر بقلاي الله بواجب رضا بكفريه، چونك الرضا بقضاء واجبة خو لازم كش باطلة يعني رازي بون بكفر، چونك الرضا بكفر كفرة لإسلام ده أو لا يقال، لأننا نقول الكفر قلايا كنيا كفر كما قليا كيا قلايا كنيا تاكا أو أن يدلي الكفر بقلاء الله خنالي الكفر قلاء الله تاكا، لو كان الكفر قلاء الله ني كفر بقلايا بقلاء دقى القلايا فرق دكا كفر كده بتم قلينا بتا قلايا رزابا بقلايا كي واجبي نقب مقلي كي كفر مقلي قلانية رزاء النماجي بالقلاء دون المقلي رازبون بفعلكي تاكا دقى رازبون بمفعولكي فرقية رازم بقزاي خداي يعني اعترازم لعمل كردي وينيا لكار لو كاركي وينيا نق اعترازم لنتيجة كاركي وينيا تاكا اي شون فرقية مقليكا رازبون رازبون بكفر لقد رازبون بإيجاد كفر فرقي لك إيجاد كفر كان نتيجة كسب واختيارة إيجاد كان نتيجة كسب واختيارة مقليك اختيار الشيء رجل ده كبير وتقديره حكمه وقليته وتقديره هو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد به من حسن وقبح ونفع وضر وما يحويه من زمان ومكان وما يترتب عليه من ثواب وعقاب. تقدير تحديد هر شيء يجي بحد حدود يجي كشيء كبو حد حدوده وبوجود دهندري موجود دبي وكو حسن جهيتي يا قبح جهيتي يا نفع جهيتي يا زر جهيتي وأو زمان ومكانك تيدا دبي وأو ثواب وعقابيك لسري مترتب دبي لقدانوي كامل في دلن تقدير تاكا يعني اللي يجيب ديه وأوش تحسن دبي قبيح دبي نفعي دبي زري دبي دس زمان كدا دبي دس مكان كدا دبي سوابي لسر مترتب دبي عقابي لسر وهرسي تحديد وتعيين هر مخلوق يجيا تاكا ببي حد حدود يجيكا يوجد بو حد حدود ديه در آين دي يوجد بلا بلا تقدير لقدانه ويا لقدانه وأويا كأتوا هموش تكاني بزاني ونيا لقدانه وا همو بحكم خدا بقلاي ويا بقلية ويا حكمك كتمان بإشارة بتكويني خير بتكويني ويا بقضاي ويا بلقدانه ويا تاكا والمقصود أو معناه وني أو أنا لقجدان شاك حكم قزاك ذكري يقبل وحتى تقديرك شما فعل فعل بل يقدانه ويش دقيق ونيا لازمني أنا جدا هرشن جدايا معنى باستلاح لغوي يعني تقدير يقدانه ويا قضاء فعلي دقيق كردنا حكم بمعنى قلايا وكمانيا بمعنى تكوينة ولي بهر حال منزوري زور كتن لو شتانا والمقصود تعميم إرادة الله تعالى وقدرته لما مر من أن الكل بخلق الله وهو يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار. منظور تعميم إرادة الله تعالى وقدرته بها يعني منظور لإزافة كردني أوشتانا وحكمه وقليته وتقديره مقصود تعميم إرادة وقدرة الله تعالى تاكا لما مر چونك الراب رادة بيجداك كتمان هموشتك بخلق خدايا تاكا هموشتك بخلق خدايا هموشتك بخلق خدابون مستلزم قدرة إرادة تاكا مستلزم قدرة إرادة دير اجداد ديو باسي أو قدرة إرادة ونيا بإرادة ومشيئة
بفعلي ويا بقلي ويا بتقديري ويا يعني إرادة خداي تبارك وتعالى وقدرتي الله تعالى السارية دهمو فعلي شدا ودهمو شيء شدا منظوري أو تعميم إرادة وقدرتي إلا لهناني أو الفازانة كدلا وهي أفعال العباد بإرادته بفلانه دنا ده بيش دابتو مانا خداي تبارك وتعالى خالقه خلق كدنش أواني دوي خلق كدن إرادة دوي قدرتي دوي شاكا حكمه قلاو تقديري دوي شاكا